السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. يوم جبت لكم الوصفة تاع قلب اللوز، أو كما هنا في تلمسان نسميوها الهريسة، وكاين هنا في المناطق الغربية يسميوها الشامية. هنا الوصفة هذه مدها لي صاحب محل، وهذه أنا جبت لكم الوصفة تلبية لطلب الكثير من الأخوات. قالوا لي راهم قريب رمضان، ماذا بك تحطي لنا قلب اللوز وتكون الوصفة سهلة وناجحة 100%. أنا جربت الوصفة، عاد راني ماشي نحطها لكم. دونك هذه الوصفة أنا رفدت العبر على حساب الصينية تاعي. أنا الصينية تاعي ترفد هنا 750 غرام، وعندي هاد لي بول يرفدو 250 غرام. كيفاش ترفدو السميد؟ دوك نوري لكم كيفاش ترفدو السميد. دونك رفدت ثلاثة تاع السميد باش تعرفوا الصينية تاعكم. هاد السميد فرغوه في الصينية، شو نوري لكم ثلاث عبارات السميد. نعاود من بعد نعاود نأكد لكم على المقادير. هكذا أي صينية تكون عندكم باش تعرفوا العبر تاعكم اكزاكت، رفدوه هكذا السميد وخويوه الصينيه اللي تكون ماشي تعملوا فيها القلب اللوز، يجيكم للنص. ضربوا حسابكم مازال نعملوا السكر، مازال نعملوا الشربات، مازال نعملوها محشيه. انا هذه ماشي نعملها محشيه. دونك انا هاد الصينيه لصبتو كيفهم ولا عندكم في المنزل، هادو اكثر الناس عندهم هاد السواني. وهنا السواني نمد لكم نصيحه، كي تطيبوا طيبوا في هاد السواني تاع الالومنيوم الهريسه. قلت كنصيحه، عفوا، نمدها لكم. هادي طيبوا في هاد السواني تاع الالومنيوم، من الاحسن من الاحسن القلب اللوز. شوفوا انا هاد الصينيه طيبت فيها مره، هادي جديده والله لا جديده. شوفوا كش عملت لي، حبت شوف غسلتها غير بالبونش، حبت غير طيبت فيها. شوف كش عملت ولا هاد الموديل هذا اللي كنت حطيت فيه البسبوسه، هذا تاني كملي. هاد السواني ماذا بيكم، لهاد السواني كنصيحه ماذا بيكم طيبوا في هاد السواني. دونك نمشيو ثلاث عبارات سميد، قلت هذا يجيكم للنص، كي تعبروهم في الصينيه يجيكم للنص. انا رفدت بهذا البول، كنت جربت وجاتني بهذا البول نيشان، هذا يرفد 250. دونك 750 غرام تاع سميد خشن. سميد خشن دوك نحط لكم الصوره تاع اللي استعملته، سميد خشن ما تعملوش موين خشن. زو السكر يعني 500 غرام، كيما تعملوا العبر تاع السميد باش تعرفوا عبركم نيشان، توجور نقص عليه السكر ب 250 غرام. باغ اكزومبل كيلو سميد تعملوا له 750 غرام سكر، هذه هي القاعده. نعاود المقادير معكم، راني هضرت بزاف. ثلاثه سميد خشين، زو السكر، وواحد نص ماء ما زهر، ونص ماء. هنا الصاصفي ما يدخل لكمش كاع داك العبر تاع الماء مع ماء الزهر، لان السميد كاين اللي ما يشربش. انا هذا اللي استعملته هذه المره ما يشربش. ونعملوا هنا رشه تاع الملح، وانا ماشي نعطرها بعطر الجوز، لاباط داغوم تاع الجوز، هذه هي. شوفوا هنا ناكد لكم البنات اللي عمرها ولا عملت له القلب اللوز حابه تنجح فيه، كي تعملوا السميد نتاعكم في الصينيه يجي تولت تولت، كي نخلطوا معاه السكر يجينا النصف، هذه هي. باش ما تعملوهاش تجيكم خشينه تجيكم عاليه، ما تجيش شابه. خاصه احنا ماشي نعملوا لها الحشو. انا الحشو اختاريت هنا اني ماشي نعمل الكاوكاو كونكاسي، الكاوكاو هنا كونكاسي، ونحتاجو الكاكاو. وبالنسبه للشربات نحتاج له بلو ميم بول اللي عبرت به، واحد سكر وزوج ماء، وهنا دي ترونش تاع الليم، هذا ما كان ما نحتاجو. كسرونه نعمل هذاك الليم، عفوا هذاك الماء، ونزيد عليه السكر، زوج ماء وواحد سكر وشرائح من الليمون. نعملوه على النار يغلي، كي يوصل درجه الغليان نحسبو 10 دقائق نطفيو عليه. كاين اللي يزيدو نكهوه بالماء الزهر، انا نخليها هكذا فقط. الان كي بدا يغلي هكذا نحسبو لها 10 دقائق ونطفيو. دونك نبداو نخلطو في السميد نتاعنا، ونمشي نعاود نعملو الشربات. هنا بالنسبه للسميد نحطو السميد خشن، اي نوع تعملوه عملو الخشن، نزيدو عليه السكر ورشه الملح ونخلطو جيدا هادو حتى يندمجوا لنا حبيبات السكر مع حبيبات السميد، ما يبداو يبان السميد من السكر، يولي يبان غير سميد. خدموا هاد العمليه، خذوا فيها كاع وقتكم وخدموها. ونبدا هناك شغل نخلط فيه، نحط فيه جيدا، هذه قاعده حتى مولي الحوانتي يخدموا هكذا، تاكدوا عليها. علاش هنا نعملوا نخلطوا السميد مع باش كي نزيدوا الخليط تاع السائل الماء مع ماء الزهر ندوبوا هذاك السكر. كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش قلب اللوز هذاك اللي ما يدوبوش السكر. راهم وصفات عديده، راهم وصفات بدعوا في قلب اللوز، لكن تبقى الوصفه التقليديه الجزائريه تاع البسميت سكر ماء ماء الزهر، هذه هي. كان يعمل فيها السمن، كان يعمل فيها الزبده، كان يعمل فيها الزيت، كان يعمل فيها اللبن، الياوغ. انا ديجا حطيت لكم وصفه تاع الياوغ تاع
ثاني كتجي شابه بزاف، والشربات اللي يجيب بالسكر نكونوا كرملناه. نحط لكم الرابط ان شاء الله اسفل في صندوق الوصف. نخلطوا هذا جيدا كما كنت سميت مع السكر. بعد ما خلط جيدا حبيبات، خلط حبيبات السكر مع السميد، الان نضيف عطر الجوز. انا هنا استعملت الجوز، ما تحبوش عملوا لافاني، عملوا معلقه صغيره تاع لافاني. نعملوا حوالي ملعقه صغيره ونخلط هذه لافون. نخلط غاية هذاك الضوء، هنا قلت لما تحبوش عملوا لافاني، معلقة صغيرة تاع لافاني أو كيس سكر الفانيلا، الفانيليا. نبدأ الآن نضيف الماء، الماء السهل تدريجيا وما نعجنوش، غير برؤوس الأصابع نخلطو. هنا ما نرميوش الكمية، أنا بعد التسميد خرج لي ما يشربش. هي في المقادير مقدار واحد خليط ماء وماء الزهر، لكن مرات السميد يكون ما يشربش. نوري لكم القوام اللي حنا حابينه هنا في هذا قلب اللوز. هذا هو القوام اللي نحب نتحصل عليه. نكتفي هنا، تزيروا ترفدوا هكذا وتزيروا وتزير لكم، ما تعاودش تنحل، تعرفوا بلي هذا هو القوام. دونك انا شو شحال بقالي من المقدار، بقاو لي هنا حتى 4 معالق ولا ما نضيفهمش خلاص. هذا هو اللي راني حابه نتحصل عليه، وكنت غير برؤوس الاصابع. الان نقسم هذا على 2، قبل ما نقسم على 2 نرفد منه القليل، نرفد منه هكذا 4 معالق ولا 5 هكذا نرفدوا. زيد عليهم الان، زيدوا عليهم الكاوكاو. هاد السميد اللي رفدتو من الخليط نضيف عليه الكاوكاو. هنا مادا بيكم الكاوكاو ولا لوز ولا يكون كونكاسي، يكون مطحون شويه خشين باش يجي مليح في البنه وتحسوا هادوك لي مورسو. وكاين اللي يرفد مقدار هكذا تاع الكاوكاو او اللوز، كاين محل هكذا يخدم يعملهم في الاول مع السميد باش كي يتخلطوا خطره واحده، باش كي تبداو تضربوا المعلقه تاع قلب اللوز تجي في هذيك القطع تاع اللوز ولا جوز ولا ملعقه هنا تاع الكاكاو. هنا للحصول على لون الجوز، انا اللي حابه نعملها بشغل حنا ناكلو بقلاوه تاع الجوز، عفوا قلب اللوز تاع الجوز. هذه تولي ماشي توليش قلب اللوز، تولي قلب الجوز هكذا اللون تحصلوا عليه. وتبدا هذيك الطبقه تاع الحشو تبدا باينه هكذا كي تعملوها بهذه الطريقه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. قلت كاين اللي يعملوا مع هذاك المقدار تاع الكاوكاو ولا لوز ولا جوز، ولا يخلطوا في الاول مع السميد والسكر كي يبين تبداو كي تضربوا ديك المعلقه يجيو هذوك القطع هكذا تاع اللوز، ولا يجيو في الفم تحسوهم وتستبنوهم. دونك هذه هي الحشو تاعنا. هذا الكميه احنا هنا عندنا تاع السميد اللي كنت عملتها نقسمها على 2. هنا الصينيه، بالنسبه للصينيه دهنوها بالزبده ولا بالزيت ولا بالسمن اللي يكون متواجد عندكم. والان انا بالنسبه لهذا القلب اللوز قسمتها على 2 باش هكذا تكون خدمتي نيشان من الاول، ماشي تجي طبقه كبيره على طبقه. قسمتهم سينو عينيكم ميزانكم، ونفرش في الصينيه تاعي، نفرش بالتساوي وما نضغطوش عليها، غير بأطراف الاصابع نسرحوها. نوزعوها على كاع الصينيه تاعنا. الاخوات المبتدئات ان شاء الله كي ترفدوا هكذا بالملاحظات كاع تنجحوا فيها ان شاء الله من اول تجربه، ما راهاش كومبليكي هاد الوصفه. الان عاود نمشي نعمل هذا الحشو اللي كنا خدمناه شويه سميد والكاوكاو والكاكاو، حتى هو نوزعه على كامل طبقه كطبقه، نفرش حتى هو تا هو نشتو هكذا فوق الطبقه الاخرى.
معليش حتى لا وصل لكمش في الجوانب، المهم الوسط يكون كاين. حسوا حنا ناكلو قلب اللوز او قلب الجوز، حاجه بالجوز هي غير بالكاوكاو، واللي عنده الامكانيات يعمل اللوز ولا الجوز يعمل. نوزعوا هكذا على الوش كامل. وزعت طبقه الحشو بهذا الشكل. هنا ملاحظه فقط، كنت نسيت لاباط داغوم تاع الجوز ما عملتهاش، عملوها نتوما، نسيت عملوا قطرات فداك الحشو باش يجي بنة الجوز. هنا نزيد الطبقه الثالثه تاع السميد اللي كنا معكرينه، حتى هي نوزعها بنفس الطريقه، يجيونا هكذا ثلاث طبقات بهذه الطريقه. الان نرفدوا هكذا ماغيز ولا ظهر ملعقه ولا، وبداو تملسوا هذاك الوجه، تردوه للوجه املس رطب. الفرن راني نسخن فيه على درجه 180 درجه مئويه، نقديولو من تحت ومن الفوق، من الفوق نقديولو قليل بزاف، كي نشوفو الطيابه بدا في لي بورديور بدا يوصل، الا حبيتو زيدوا الغاز من الفوق، خصنا تبدا نشوفو الطياب كي يطلع للجوانب. بهذه الطريقه عملوا لها كاع الوجه، سينو عملوا بظهر ملعقه باش يجيكم ساهل. خصناش هذاك السميد كيطيب تقعد طالع في السماء. والشربات راه عندنا طابوره بارد، نحتاجوه بارد. هنا هو بواسطه ظهر ملعقه سرحوا بها احسن، تنجمو كاع تعملوا ظهر ملعقه في الماء وتعطيو لها وجه يكون رطب، قلت باش هذاك السميد ما يجيناش محروق. والان اخيرا بواسطه سكين نقطعها هكذا، نعمل هكذا اثار بالسكين ونوصلوش حتى لتحت. انا هنا ما نزينها بوالو، ما نزينها ني بحبات اللوز ني والو، حتى كي تخرج ونسقيها عاد نزينها. نمشي ندخلها الطيب ونشوفوها بعد ما طيب. وهذه هي قلب اللوز تاعي بعد ما طابت. الان مباشره هي سخونه نكب عليها الشربات، هي تشرب وانا نكب عليها. انا طيبتها نحبها بهذا اللون، انا ناس افراد العائله تاعي يحبوها بهذا اللون. دونك هي كانت تشرب وانا كنت نزيد لها حتى يبقى هكذا هكذا عايم. تقدروا هنا دروك الفور طفيناه تردوها للفرن، تردوها للفرن بعد لعبه يخصها نعاود نزيدوا لها. وهنا كيما راكم تلاحظوا تشربت كليا الشربات، بقى لها غير في لي كوان هنا. دونك انا هكذا نزينها بهذو لي كاكاوات هكذا كونكاسي. انا هذا هو التزيين اللي حبيتو نزينها هكذا، حتى تاع المحلات يعملوها بهذا الشكل. كنت قلت لكم انا صاحب محل عطاني هذه الوصفه يعملوها بهذا الشكل. نزينوها هكذا ونخليوها، ماذا بيكم تطرقوها ما تقصوهاش دروك، تتركوها ليله كامله، ولا كان عندكم الوسع في الثلاجه عملوها في الثلاجه. بالنسبه لقلب اللوز تاعي كنت تركتها في الثلاجه، انا تركتها ليله كامله بردت جيدا وتماسكت. الان تجيني سهله في القص ويقعدوا لي مخصو هكذاك ما يتفتوناش. نقصصها نعاود نولي غير لدوك البلايص اللي قصيت، نعاود نقصص ونرفدوا القطع نحطوهم في الصحن ونشوفوها ان شاء الله في صحن التقديم. لكم قلب اللوز تاعنا كيفاش جا، شوفوا جا معسل، جا يذوب في الفم. هذا هو القلب اللوز تاعنا، وانا هكذا طيبته بزاف من التحت. انا اللي ما تحبش طيبوه هكذا بزاف، انا نحبو بهذا اللون. وجات هذيك الطبقه تبان كيما الجوز، صدقوني جا بنين بزاف، جا بنين بزاف. انا افراد العائله تاعي يحبوه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي تاع قلب اللوز تاعنا او الشاميه تاع المحلات، مع بمقادير مضبوطه، ومديت لكم كاع الملاحظات والاسر باش تنجحوا فيها. وان شاء الله تجربوها قبل رمضان باش هكذا تكونوا عارفين الصينيه تاعكم شحال ترفد لكم، وما هو النوع السميد اللي تستعملوه. السميد اللي مضارين تخدموا به المقروط ولا يكون سميد خشين، المهم يكون خشين
الشاميه او كلبلوس سميد خشين عفوا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تجربوها، ولا جربتوها ردوا لي في التعليقات، وان شاء الله تنجحوا فيها 100%، لانها الوصفه سهله وبمقادير مضبوطه، ومديت لكم كاع الملاحظات باش تنجحوا فيها. ولا جربتوها خليوا لي تعليقات كما قلت لكم، عملوا لايك لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. في الاخير نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.